باقي لينا واحد الدري ما دخلش راهو. يا ربي تسهل عليه يدخل يا رب. سير الريس دخل دخل دخل. البحر ما يعقلش عليك وما غيرحمكش حيت ماشي هو امك ولا باك. هذيك لمن جا الريس ضحك المش هذا يغوش. اسمع اسمع دابا وصلنا عند اخطر سمكه في البحر الخوت في الريف. تشاشو 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 دير التركيل. شو كيتركل يا صاحبي انت كدير ثقه هذاك في الله هذاك الشيء اللي كتقول انا قعدي بلا ما قلت انا راه اللي مقسم عليا ربي اللي كاينه. يا سلام السلام عليكم الاخوان كي دايرين بخير كلشي مزيان. نهار جديد وفلوغ جديد وتحدي وواحد المغامره اللي غادي تكون ان شاء الله اليوم خطيره وخطيره بزاف ولكن غادي نغامروا معكم اخوتي اللي ليها. اليوم عندنا واحد تحدي خطير ديال بصح. كيف ما كتشوفوا راني جيت للبحر وماشي اي بحر. هذا البحر هذا هو اللي كاين فيه الريس بشعيب. هذه سيده الحاله الاخوان جيت عند الريس بشعيب وغادي ندخل انا وياه اليوم ان شاء الله للبحر. غادي نكاليو البلانغري باش نصيدوا الوحوش وحوش البحر اخوتي. غادي نستهدفوا مجموعه من الاسماك وانواع الاسماك. غادي نكاليو الصنار ديالنا. غادي تشوفوا الطريقه وكل شيء ان شاء الله. ولكن التحدي اللي عندنا هو ان هذا الصنار الاخوان راه ما غاديش نكاليوه بنهار. ما غادي نكاليوه حتى العشيه يعني مع المغرب وما غادي نخرجوه من الماء حتى الوحده ديال الليل ولا 12 ديال الليل. وغادي نبقاو وسط البحر الليل كامل غندوزوه وسط البحر فوق العجله المطاطيه فوق الشومبرير. ودابا غنمشيو عند الرئيس بشعيب نوري لكم. وتحياتي لكم اخوتي بزاف بزاف وكنشكركم بزاف على السيبورت لي لايك الكومونتيرات ديالكم. شكرا من القلب بزاف بزاف تحياتي لكم. ويلا نمشيو عند الرئيس بشعيب. بحاره في البحر بزاف ديال الناس يكونوا بحال ما هكا كيديروا الشومبرير ويدخلوا يترزقوا الله. هذه الطريقه كيفاش كيدير السيبيا. السيبيا هي الاولى السرديله عاد السيبيا وكيعاود يدخل الثانيه من السرديله باش الا طاحت السرديله تبقى لينا البيوضه كما قلت مزوقه يا صح. غادي راه يكون انا صنور نطير عليه ما خليها ما تزقلهاش. واحد المشيشات والدين عند الريس بشعيب هنا الشوم. يا سلام ترى شي راه الدم واحد اللون بوحدو. سبحان الله العظيم. وكتدور معاهم شي حوت بعدا الريس. يلاه شاد عليا الا باقي ما بديش كنطعم ولا قرط حطيت لهم السرديل هنا في هذا المعلم. معلم والله الا حطيت لهم تاكلوا شكون ما كالوش وما عرقوا من السرديل دابا كون لا يقين كره باقي مطيف معاهم. اي بقاو يدوروا عليك. كون طايفين تصاب سير حيد والله العظيم. ياكلوا عاد يهنيو. حطيت لهم بلا منا الله نتمنى الله يجيب الرزق حطيت لهم واحد نص كيلو ديال السرديل. كالو تا تشبعوا. تشبعوا رد على تمرة دابا مشاو طولنا. وبشحال خديتي السرديل كيلو الريس باش طعمتي؟ قال لي 13 درهم قلت لي شوف انا ما باغيش جوج كيلو ولا 3 كيلو راه باغي 10 كيلو. يستر باغي نترزق الله. قال لي غادي نقص لك درهم. خليها لك ب 12 درهم 12 درهم. واه لا لا السرديل غالي شويه. هو جاي بلاطه ومسكين جايبو ب 20000 فرانك. دابا حيت العيد الكبير قرب ما كيبقاوش يدخلوا الصياده للسرديل. صافي كيحبسوا دابا حتى مورا العيد الكبير. حتى مورا العيد دابا السرديل اللي باقي باقي هذا الكونجلي. قال لي شي حاجه في الفريكو فهمت. ولكن هذا راه السرديل مليح هذا. واخا باقي زوين هذا راه باقي واقف يعني يضرب لينا الحوت ان شاء الله. هذه الطريقه فين حازم الريس الصنارات ديالو هنايا وكيجر وكيطعم. هذا هو البيلانغري الاخوان. شحال من صناره غتكالي الريس ان شاء الله؟ 200 اخويا العاد 200 صناره. الله يبارك امين اخويا. الله يبارك الله يبارك الجميع كل من هو كيتمنى. هذاك الشيء اللي كاين الله يسر الجميع. ها هو الشومبرير ديال الريس. هذا هو الشومبرير اللهم بارك. نطلبوا من الله يجيب التيسير ودعوا معنا الاخوان. دعوا معنا بشي حصيله مقدره. الدعوه ديالكم الدعوه للغائب راه هما اللي كل شيء. دعوه الغائب مستجابه الاخوان. الله يرحم الوالدين ومبارك عواشركم الاخوان. بعدا مبروك عيدكم تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. الله بالصحه والسلامه والهنا. عيد كبيره شي حاجه اللي زوينه راه هي اللي كيفتخروا بها المغاربه. المهم الاخوان هذه هي الطريقه باش كيطعم الريس بشعيب. كيف ما قلت لكم احنا راه ما غاديش ندخلوا للبحر دابا حتى الليل. غادي نصيدوا بالليل ان شاء الله. غنبقاو وسط البحر الليل كامل. الليل كامل غنبقاو وسط البحر ما غندخلو مع المغرب ما غنخرجو حتى الوحده ولا 12 ديال الليل. المهم وقت ما سالينا غادي نخرجوا ونطلبوا من الله تكون شي حصيله. وتحياتي لكم.
اخوان هذه اللي كتشوفوا دابا هذه راه العظم ديال الحوت الدوفان اخوتي. هذا راه حوت كبير، هذه راه الضلعه ديالو. شوف الرئيس اشنو داير بها سبحان الله العظيم، ديكور دابا هذه تحفه. بقاش عندك هنا الرئيس فاطمه مع ديك السفينه خطوطه مع السفينه. شو السفينه ديال الرئيس بشعيب ناضي الله يبارك اختراع عاش اللهم بارك. انا الرئيس بشعيب راه جاب لنا الغداء الله يبارك. الرئيس بشعيب راك مالي فينا والله يا ودي يا صاحبي، هذاك الشيء اللي قسم الله صاحبي غادي نشاركوه ان شاء الله. الله يحفظك الرئيس بشعيب، تيري جيعانه لا البحر كيبغي الماكله خصك تكون مغلب. غنضربوا هاد المريقه الاخوان وغادي ان شاء الله نكملوا ثاني. غادي دير لاكرو غادي بعدا نكملوا التطعام. راه باقي الرئيس راه من قبيله هو كيطعم. مازال مازال من قبيله هو كيطعم الصندوق غادي عمر يدوسن هنا باقي. الله وصل تقريبا نقولوا النص دابا وصل هنا الطعم طعموا الكروش. المهم دابا غناكلوا شويه وباش ان شاء الله نكملوا التطعيمه. بدا يظلم الحال غادي ندخلوا ان شاء الله نكالوا الصنار ديالنا. خبز الكازا قال لكم الرئيس بشعيبه والديريكسيون خبز الكازا انا تبارك الله اللهم بارك. الخبز ديال الدار هذا الخو ديال الشعير هذا الرئيس ولا ديالك؟ مخلر هذاك فيه الشعير فيه تريتيكار فيه الفارينة هو الخو الخبز ديال ثلاث مرات لا باغي تربي الصحة. مرايقة هي عرفتوا على رويحة مطلعة هاد المرايقة هادي هذه كنقولوا لي احنا الدواز. الدواز مرقة ما مرقة ديال الكازا دابا هذا الدواز هذا هذا فيه قرعه فيه السلاوي فيه خير. حيت هاد البلاصه الاخوان حنا اللي فيها راه خارجه على المدينه فهمتوا يعني راه بحال الشكل ديال البديعه عندنا فلاحيه ارض فلاحيه فيها الكبال فيها الشيفرون اللي يشوف كاع داك الشيء اللي كيتزرع. والله يخلف عليك الرئيس تكون بصحتك رزقك هذا الله يحفظك ربعت رزقك بالله صحيبي. هذا الشيء اللي غنتغداو به حنا كنشاركوا فيه اخوان. دابا راه كنصاوبوا واحد القويميله هادي غنضربو وغندخلو للبحر ان شاء الله. الرئيس راه كيصاوب لينا في الكاميله. الرئيس بشعيب خويا قرب الحال قرب ان شاء الله ها آه؟ كما قلتي غنضربو الكويميله وغندفعو على مولانا البحر على مولانا الصندوق هو هذاك هو هذا هو مباشي مريق كلشي طايمه دوسو كره خاصو شي خير دابا خاصو يدخل يتكالى ان شاء الله على مولانا ويكون الخير ان شاء الله. المهم الاخوان دابا راه قرب المغرب يعني دابا راه الله اد العصر المغرب مبقى لي والو غندخلوا ما بال يكون باقي الضو شويه باش يشوف الرئيس الا كانوا شي شباك ولا شي حاجه ما صحتش فوق منه ما يكاليش فوقهم. الا دخلنا بالليل راه ما غادي يشوف شنو كاين. تقدر تكالي فوق شي رئيس مكاري وغادوز فوق منه يدوز فوق منه شويه داك الشيء تخبل ما صيد لا حتى لا هو هذاك الشيء اللي كاين. غنضربوا هذ القويميله الاخوان وغادي ندافعوا ان شاء الله وندخلوا للبحر ان شاء الله. انا الاخوان الكاميله راه كطيب اللهم بارك. يا سلام اخوان راه قبيله فاش تغدينا تغدينا قبيله وهذا راه بحال تقول بحال عشاء وكسكرات حنت اخوتي دابا هذا كيتسمى القاشطي ياك الرئيس هذا القاشطي ديال البحار حيت غتدخل دابا هذا هو العشاء ديالنا صافي راه من هنا حتى للصباح خدام حتى 12 ديال الليل ولا الوحده حتى 12 الليل ولا الوحده هذا هو القاشطي ديالنا خوتي. هذا راه فيه كاسكروط وفيه العشاء. تغدينا قبيله بقينا كنطعموا هذا الشيء دابا راه شي 5 ونص ولا 6 ونص ديال العشيه. دابا ان شاء الله نضربوا هذ القويميله وما كاينه البحر ان شاء الله وطلبوا معنا ودعوا معنا يكون شي وحش شي صنور مقردع يا ربي يا ربي بغينا نضربوا شي وحش اخوتي ونوريكم هذيك الاجواء كيفاش دايره. غير هو التصوير غادي يكون شويه بالليل غنحاول نصور لكم بشي كاليتي مزيانه وعلى مولانا. هو الرئيس صغير ود بشعيب جاب لينا تما الرئيس نشوفوا جاب لك الكبال اخويا جاب لك الكبال مسلوق مسلوق وكبال خضر ناضي جاب لينا حقنا في الكبال هانتوما الله يلا جاب لنا حقنا في الكوبال مسكين الله يعطيك الخير ودي الرئيس انت شو شو الفضة الله 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 هذا راه غدخلوا معاك البحر غادي ان شاء الله تضرب الكوبال والصنور والشرب الله يحفظك ودي الرئيس. واش تضرب معنا القميله افصح وتاجش من بصح حاجي القويميله الخوش فين الطفنيه تقبل في الطبسيل عندك قلب هاي يا معلم طبسيل الخوط راه متخوف ترى داكشي ديال من اجل البقاء. دير الرئيس شي لعيبه دير كذا
كلا صافي حال صافي ترى من اجل البقاء خصك تكون محارب. يلا على مولانا. وجميلة يا الخوت شفت تبارك الله. جميلة بالكبالة. الله يلا الكبالة. العظيم بالكبالة انت. يا سلام. داكشي اوروبي. اه ويلي ضرب اخويا ضرب لي الفاصوليا وضرب لي النيكولا. الخوت غنضربوا جميلة مطنطنا وغندخلوا للبحر. هاد الجلسة هادي بسم الله ما عرفتش بشحال والله ما تلقاها والله تما عمرها غادا الساعة ما تبقاش تدرك ان شاء الله. الدراري راه كاملين دابا غيدخلوا للبحر. الدري هذا تا هو غادي يكالي بالانجري ياك الرئيس. الرئيس خو بشعيب هذا تا هو غادي يدخل يكالي بالانجري وانا والرئيس بشعيب حنا غادي ندخلوا نكاليو بالانجري ان شاء الله باذن الله. والله يجيب الرزق للجميع. كل شيء غادي يدخل يترزق الله اليوم ان شاء الله. نشوفه عليك بالملح. ملح. ابو البريد انا الملح راه كاش مرض نحن السموم البيضاء. السموم البيضاء يا السكر جاي كيجري من الدار باش يجيب لنا الكباس سخون تيشوف واش دير باش بسخوره بدخانه وعاد شوف فين كاينه الدار راه بعيده على البحر حاج كروميط راه طواله شحال قال لك جاي كنجري من الدار شحال واحد ترى جبده ديال الطريق دابا حنا البحريه الله يسمح لينا من الحوت علاش كيقول لك واحد المثال اللي شركتي مع المخلوق الملح والطعام ما خاصكش تغدروا حنا راه كنغدروا صاحبي كنملحوا ليه السرد كنملحوا ليه الجو داك الطلعه اللي عندنا تعالوا فهمتوا ما تعاودياش يشرك مع الملح فهمتوا الفين على الخوش كاين دور الكبال حتى بعد ديسير الكبال هذا راه مزروع عندهم هنا الاخوان تبغي ناخذينا بعد ما عرفتش طحنوا ناضي يلا خادم الدري دخل الدار رجع لقى ديك الدره ما بقاتش ضربت الماء فينا الفانتيلاج خلات الارض سبحان الله العظيم واخا مشيتي بكري كلشي سبحان الله قال لك هزت الكباله جات الماكينه جمعت الكباله الفانتيلاج سبحان الله العظيم كتاب لينا هاد الكباله جابين هاد الكبيلات صافي غير جمعت الكباله طيبهم جات الماكينه كحشت كلشي الا بغات تكحش دخلت الوسط درت الكبيرات اللي ما اوكي جوج كاد الاكله الرئيس بشعيب واش راه عام غير جي ستيبل داكشي ناضي لا يقاوم اصحاب دابا خصنا البحر البحر وصلنا ان شاء الله هذا هو الخراط شوف باش الا كان شي واحد ان شاء الله كيشدوا الرئيس به هذا مع كيطلعوا كيخطفوا بحال ماك شوف البحر الاخوه اللي ندخلوا نصيدوا فيه يا سلام غادي نزيدو دابا في الشومبرير البرد الاخوان البومبا زيدو واش بغيتي سير على البرد غادي نلبسو الحطه ديال البحار الله يبارك هادي كتكالي لك على الماء فهمت شوف يا سلام حاجه وحده اللي فرشه ما جبش السروال ديال الكومبيل ولكن ندخل بالشورت هو البرد غيهلكنا البرد اخوتي مع غادي نبقاو الليل كامل في البحر ورجليك في الماء معانا غادي نركب فوق شومبرير والرئيس بشعيب غيركب فوق شومبرير كل واحد والشومبرير ديالو المهم غنعيشوا معاهم التجربه هذه وهذه المغامره هذه وكنتمنوا تدوز بخير وعلى خير الرئيس بشعيب هذه علاش درتيها دابا هذنا هذه درنا لك شي صنور غليظ اها علاش كيفاش علاش ما غاديش نبداو مضاربين ما غيكون جهد منا هو ياه غادي دير لي هذه الجهد اللي غادي نخرطو يتفضفض غيقرضا غتبقى عندو الصناره وهاد الباندو وخليه تما تيموت خليه تتنفخو على خاطرو ما نطايف معاه مو والو معلم معلم ما كيكون الصنار كانت شي حاجه الصنار الكبير كيكون صحيح كانت شي 10 كيلو ولا 11 غنخرطوها بالخراط ديالنا ونتعاملوا معاه ونديروا في خنشه فوق 10 كيلو كانت 15 وطلع عندك شي صنور ديال 20 كيلو غادي تشدو بالخراط لا ما غاديش تقدر خاصك تعامل ما دير لي هاد الوسيله هادي غيقرض هو القصبه غتبقى عندو الباندو الصناره بالحلق ديالها غيبقى هو يجر البوديزر جر فوق وهو يجر البوديزر جر تيموت على الخاطر ديالو على مولانا هذا هو اللي كاين ضروري دير احتياط صحيح ناضي ديباني دابا السروال هذا جابوا لي الصديق شوف واخا مقطع من هنا ولكن غادي نديباني راسي الرئيس بشعيب الصراحه كش غنتحب واش غادي ندخل معاه فوق الشومبرير ولكن الصندوق اللي عنده كبير يعني ما كاينش فين غادي نركب غادي ندخلوا دابا بجوج شومبريرات ولكن ملي غادي كالي بالانغري غنطلع معاه في الشومبرير ديالو فهمتوا ونطلبوا من الله تكون شي حصيله هادشي كله نصبروا ليه خاص تكون الحصيله
الرئيس كتستعد ديك معلوم على بركة الله الله يسرك الأمور أمين أخويا والجامع إن شاء الله يا ربي أمين الله يسرك الأمور خوت هذا هو الصندوق ديالنا اللي فيه الطعمة غادي نخرجوا دابا ان شاء الله دابا مريق المصاوب غنخرجوا دابا ونشدوا الطريق ان شاء الله والمصيد اللي غادي نمشيو ليه راه بعيد الاخوان مننا شحال يكون باش بعيد 2 كيلومتر قدقد 2 كيلومتر قدقد 2000 متر من هنا غنهزوا الشومبرير واللعيبات ونمشيو 2 كيلومتر باش نوصلوا للمصيد اللي غادي نصيدوا فيه الموصله ما كانش عند البحري ضاع في العوده غتشدوا شبكه ولا تشدوا صناره ولا توحل فيه وخا الحر ديال هذيك وداك الشيء الا عنده الموس كيف دي بيها ويقطع ويفك راسه ويزيد ولا ما عندوش صافي راه ضاع في البحر ما عندوش الموس ضاع كل مره المربيطه اللي غادي تلوحها راه دايره لك على رجلك اه تما ديتيهاش فيها مع البالمات غادي تلحق غتسيبها للماء غتسير غدابك الا عندك الموس غد في رده الفعل غترجع لذاك الموس وتقطع داك الشيء واخا تجرحك كيما والله السلام عليكم هذه ضروري ضروري من الاحتياطات غير خاصك تسير الموس ضروري الاخوان الموس هو البحري الموس هو البحري الا ما لقيتش عنده الموس في البحر ما بحري ما والو ما عندكش تخش للبحر غادي نتحركوا ان شاء الله الدراري راه مكافحين معنا غيوصلوا لهنا الشومبريرات شوم الله يجي برك الله يحفظك الرئيس ها انتم الشومبريرات هازينهم فوق العربه الرئيس بشعيب راه هو على مولانا سلايدق مالك ما درتي هنا لا خويا لا علاش هذاك البغار غادي يدير شي حركه ماشي هذيك وغيضرب لنا خدمه النهار كامل في الزيرو حيت الخوت هذاك السر ديال اللي طعم الا تحرك كيتقلبوا الصناره مشى كلشي اه كلشي الريت غيبقى غادي يهزوا بحال هكا 2 كيلومتر واش هذيك الدابه هذا العقل دابه تنوض تهرب الشمبريرات غنهزوهم لا قلبت صندوق الصندوق مشكله انا الرئيس صاحبي على مولانا اخوان وصلنا للمصيد ديالنا وهذا المصيد نطلبوا من الله تكون شي حاصله زوينه نطلبوا من الله تكون شي حاصله ناضيه ونمتعوكم معنا ها الشومبريرات الاخوان الشومبرير ديالي انا هو هذاك ما جبتش الشومبرير ديالي هذاك عطى لينا واحد الصديق ندخلوا به بالمات شومره دي بانيناهم المهم توكلوا على الله الرئيس غتوكل على الله دابا اخويا على مولانا الله يسخر لك الرئيس الصندوق ديالك فين هو ما كنديرش صندوق ياك شل داخل هاك دابا الرئيس الاخوان اش كيدير حتى كيدخل لداخل عاد كيطعم ودابا كل واحد وكيدير الطريق شويه كالرئيس اه كله كيدير الطريقه ديالو دابا انا جيت ندير الصندوق الشومبرير ديالي الشومبرير صغير ما كاينش فيه ما كاينش ليه بالخدمه معلم الله يسخر لك الرئيس هو بلا صندوق عامر اه بلا صندوق وعامر المهم الله يسخر لك الرئيس الدري حتى هو الاخوان راه منضي الشغل الرئيس الله يسخر لك طلبوا من الله ييسر على الصنايديق ديالو تبارك الله الله يسخر لك الرئيس والرئيس بشعيب ها الشومبرير ديالو وها الصندوق ديالو حتى هو طلبوا من الله ييسر لهم كاملين ويجيب لهم شي حصيله زوينه ودي لينا العرابه والرئيس الله يعاون اخوان هذا هو الشومبرير ديالي اللي غادي ندخل به هذا هو الشومبرير ديالي على مولانا طالمات كبار عليا ولكن غادي نحزم ومقنبه كنحزم بعدنا ما نديرو الخوش ما يمكنش ليا ما ندخلش ولا شي حاجه جاي على هذه المغامره هذه ضارب عليها قبل طريق طويله يعني خاصني ندخل غنحزمو وقنب الاخوان المهم هو ندخل البحر لا مولانا هاي غنحزم الاخر شاي هادو دبرنا عليهم الخوش ماشي ديالنا طالما ديو لنا ما جمش الصراحه ما جمش معايا والو ها هما كيف ما كتشوفوا راه حزمتهم اليوم راه كلشي مديباني السروال ماشي ديالي عطى لي الدري هادي شي هي غير مديباني داخله في الديباناج اليوم انا شي الحوت صحه اه الحوت خاصو يجي صحه اليوم مولانا اخوان على بركه الله غنبداو المغامره ديالنا اول مغامره هي خصنا ندخلوا نفوتوا الامواج
على مولانا. انا راه داخل بكل شيء مديباني، البالمات راه مديبانيهم. الله يصوب وصاف خير يمشيوا لي البالمات. سير الرئيس على مولانا. الله يسخر الله يسخر. والريس غتشوف البيريك مشاعل. باقي لينا واحد الدري ما دخلش راهو. يا ربي تسهل عليه يدخل يا ربي. يا ربي تسهل عليه. سير الريس دخل دخل دخل. ضرب ضرب ضرب. يا السلام احلى مغامرة. والريس شايف وابو البرية. والريس شايف العاده بالاخوان الصراحه مغامره صعيبه صعيبه بزاف والله العظيم، وخصوصا كي الريح حتى حاجه ما معاونيني في هذا الماطريال اللي لابس. والو البالمات شاد ما بصبعين يطيحوا ليه. باسم الله الكريم يا ربي تيسر. يا ربي تيسر. هادشي شحال ديال الفوندو. سير على مول اخوان راه لاقي مشكله باش نصور لكم والله العظيم. ديباني يا راه كل شيء انا مديباني به الخو. الشومبرير فيه واحد العيبه ما فيهش خشبه مع انكش في الدخيل. عرفتوا شحال في الليله شحال. الرئيس راه كيبدا غيبدا يكالي لينا. طلبوا من الله تكون شي حصيله يا ربي. سير الرئيس في يد الله. هاد نقص من المرابط؟ باش البونطان ديال اللي نقص النار. حاجة قديمة. سير على الله الريس. يا ربي تيسر يا ربي. كون الخير إن شاء الله. عليك شليك. كون الخير حنا درنا السبب والكمان الله أنت. شدوك. الصراحة اليوم عشنا التجربة هذه. دي المعاناة البحار بالعجلة المطاطية. كافحتي بهذه الطريقة ما نقولش لك صراحة الخو ضربت العادة باش دخلت. الله إلا ضربت العادة ما جيبش معاك. ما جيب معايا والو أنا. أنا راه كلشي ديباني. شفت قشيرة من الخارجة شوف. والله إلا عالم البحر خصو يكون مكافح الخو. هذاك الشيء اللي كاين. حنا دخلنا مع هاد الناس اليوم باش نكتشفوا ونقربوكم من المعاناة ديال مون الشومبرير او كفاح البحار. هادو كاملين بحاره ومكافحين واليوم ان شاء الله غنقربوكم منهم باش تشوفوا الطريقه كيفاش كيصيدوا وكيفاش كيكافحوا هاد الناس هادو من اجل لقمه العيش الخوت. على مولانا صراحه انا عارف باقي لي العذاب ديال بصح حيت 200 صناره راه ما ساهلاش. راه غنبقاو من هنا حتى 12 ديال الليل عاد نخرجوا. يا ربي تيسريها. الغروب الخوت دابا راه الغروب على مولانا. اللهم يسر يا رب. سبحان الخالق كتدخل البحر ما كتبقاش تقدر تقول والو. حاجه وحده اللي تقدر تقول هي سبحان الخالق سبحان الخالق. اجواء خياليه. الريس بشعيب راه هو
كي قالت في البلانكري المهم الله ييسر لي ان شاء الله. الرئيس مش عارف الامور مزيان اللهم لك الحمد واليسر الحمد لله ما يكون الخير ان شاء الله. داك الشيء اللي كاين ما يكون الخير. المغامرات ديال البحار باش تعرف الحوت راه ماشي ساهل باش يلحقوك يجيبوا البحري. راه فيه واحد المغامرات وفيه واحد المشقه ديال الانفسيه راك شتي تاكل شي معنا عشتي معنا التجربه صراحه التجربه واعره دابا هاد الريح وخاصك تمشي وترجع ضده. ضد الريح ضد الريح غتمشي وترجع على مولانا. وكتسمع صوت الماء صافي هو اللي كاين رحيم الله بسم الله الاولالي تحتي وحده لا حتى الاولى الاولالي والثاني الله يحكم فيه على مولانا والثالثة والثالثة لا شريك لي. الله أكبر الله أكبر صاحبي اللهم يسر لنا والجميع الله أكبر قول من هو ذاك الدار أنت ما راك كتشوف أخويا هذاك الشيء اللي كاين جميل البحارة هي المهانة ديالنا هذاك الشيء اللي كاين الرئيس دابا كيجي عنده بنادم من البوسطة كيشوف عنده ديك الحوتة كيقول لي ماك راك صيدتها من اللي دخلت تجيبها من اللي راك صيدتها من الماء صايب معانا هو انا مصايب معاه مسكين حتى لاخر درجه غير هما ما كيقول لك لا راه ما خاص عليه والو خويا انت اخويا انت كتشوف كلشي كيشوف العذاب العذاب اخويا باش غادي وانا زقلتي حرف تعاقب بي داك الشيء اللي كاين انت كتشوف غدير شي لقطه دبرتي عليه دارتي في قدمتك كلها دير شي لقطه الاخوان ماشي شلهيه غتحاسب عليها في البحر البحر كيبغيك تدخل تطبق داكشي اللي عندك الحرف بالحرف البحر عنده قواعد وخصك داكشي اللي كاين طبقو ما تدخلش ما عارفش ولا البحر ما يعقلش عليك وما غيرحمكش حيت ماشي هو امك ولا باك البحر راه ما كيرحمش وما يعقلش عليك الا درتي الغلط باي باي خصكش دير الغلط ونطلبوا من الله ما يكون لا غلط لا والو ودوز هذه الرحله بخير وعلى خير وتجيب شي حصيله زوينه للرئيس بشعيب ان شاء الله شكون شي حصيله زوينه ويفرح ويفرح وليداته في هذا العيد هذا وعلى مولانا الاخوان هنا كاين الحجر الرئيس ياك هنا فين غطسنا ديك النهار واحد ديديكاس لكم كاملين من هنا ديديكاس لكم كاملين كبير وصغير نموت عليكم وتحياتي لكم كاملين وراكم عزاز وعزاز بزاف كنتفكركم في اي بلاصه في البحر في اي بلاصه خوت والله الا راكم عزاز بزاف الصراحه كتفرحونا بهذوك لي كومونتير الزوينين شكرا للامهات والاباء المغاربه شكرا للدراري الصغار شكرا لكل شيء تحياتي لكم كاملين اخوتي الرئيس بشعيبه هو كيطعم كيف ما كتشوفوا وحنا راه معاه تيسالي ان شاء الله خاطر خويا خالد الرئيس خالد خاطر خالد باش والرئيس ربيع والرئيس ربيع ما نساوش اخويا الزبير هذيك ديديكاس لهم كاملين واحد واحد من الاعماق شحال وصلتي من صنار دابا الرئيس دابا غادي نبادين في 100 الثانيه 100 50 الاولى مشات و50 الثانيه غادي يعني قريبه ل 100 قريبه ل 100 سير على الله الحال بدا يظلم غيبدا يطيح الظلام دابا وصلنا شي 100 صناره تقريبا 100 قد قد 100 قد قد راهي سير على الله 100 قد قد ما كتبتيش دابا بقات لينا 100 اخرى بقى 100 صناره اخرى على مولانا الدعوه معنا اخوتي مغامرين بحياتنا باش ننقلوا لكم الحدث اخوتي وتشوفوا هذه المغامره الزوينه ونطلبوا من الله يكون شي وحش داخلها بليلة الله هذاك الشيء اللي كاين سير طاحت لي التقشيره شوف والله الا طاحت لي التقشيره شوف اللوحو هنا في الشومبرير تنخرجوا ما عندي كيفاش ندير حتى نركبها دابا خفنا طيح لي البالما حيت هادشي مدي بان انتما راه حازمها بقى نلبها على مولانا على مولانا هاد النهار هاد عمرو ما يتنسى ليا مغامره ناديه ويلي ضرب الحوت ضرب القدام معلم دابا الخوت ملي كيضرب الحوت كيحس به الرئيس قال لك راه ضربت الصنارات اللي القدام كيجر ليه دابا السبيب اللي في يده المهم دابا حنا ما غنديش نمشيو ليه حتى نكملوا الصنارات عاد نرجعوا ليه نقلبوا شنو كاين
المهم الحوت تشد ياك الريس. واش دابا حسيتي تشدات شي حاجه؟ صافي معلم الحال بدا يظلم الريس. ها ضربت شي حاجه؟ الله 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 البلبله الخوت. اخوان الريس بشعيب دابا كيكالي وكيحس بالضرب، فهمتوا؟ كيحس بالحوت كيضرب عليه. راه هو الريس بشعيب. تحياتي ليك الريس، كيسلم عليكم الخوت. صراحه الريس بشعيب واحد الانسان اللي مكافح وكيتقاتل على طرف ديال الخبز حلالا طيبا. كتشوفوا المعاناه اللي كيدوز، راه هي هذه المعاناه ماشي غير ديالو، هو ديال كاع البحاره المغاربه اللي كيدخلوا بالشومبرير بحال ما هكا. هذه المعاناه ديالهم الخوت. كيخلي وليداته في الدار وكيخرج هو بالليل يدخل البحر ويقلب على طريف ديال الخبز، حيت الحوت اخوتي بنهار. الناس اللي غايقولوا لك علاش ما يدخلش بنهار، الحوت اللي كيكون بنهار ماشي هو الحوت اللي كيكون بالليل. الليل كيكون الحوت ناضي وغليظ، وكاع الحوت الغليظ كيخرج بالليل. هذا هو اللي كاين اخوتي، وتا هو كيستغل هذه الفرصه هذه باش يدخل بالليل ومغامر. الصراحه مريسكي بحياته وكل شيء، يعني الا طرات لك غير شي حاجه هادشي غير حيت اليوم انا داخل معاه، ولكن هو راه كيدخل غير بوحده. ليامات الاخرى اخوتي الا طرات لي شي حاجه راه ما كاينش اللي غيسيق ليه الخبار، راه يموت هنا كاع. الله يحضر السلامه، ما كاينش اللي غيسيق لك الخبار والو. لا حنين لا رحيم، راه انت والما والله. ياك الرئيس بشعيب اخويا. ويلي اضرب عليه حوت خور. الله يسهل عليك الرئيس، حنا راه بغينا ربي يسهل عليك ونشوفوك فرحان. والله الا خوتي كنفرح ملي كيقول لي راه ضرب عليه شي حوت، حيت مسكين ضارب التمار هذه ما بغيناش دوز خاويه، بغينا يشد شي حاجه نيت زوينه وشكون في المستوى. يا ربي يا ربي ساليت اخويا، الله يجيب الرزق يا ربي، تجيب الرزق يا ربي. غندورو دابا نشوفو الشاد ياك ان شاء الله على مولانا. اخوان دابا طلعت مع الرئيس بشعيب فوق الشومبرير. الشومبرير اللي كنت راكب فيه راه خليناه ليه، ربطناه في واحد الكالومه وخليناه فوق الماء. دابا غادي نبقى مع الرئيس بشعيب باش نصور لكم الحصيله ان شاء الله. هاهي هي القرعه الرئيس. دابا كنتسناو وسط البحر، حنايا مقابلين مع الكالومه اللي مربوط فيها الشومبرير اللي مربوط فيها البيلانغري، وكنتسناو الاخوان واحد 20 دقيقه ولا 10 دقائق ولا 15 دقيقه شي حس الرئيس بشعيب يحس بان الحوت راه تشد ونبداو نقلبوه. ما خصناش نزربوه ليه، خاصنا ما خصناش نزربوه، نخليوه الطعمه ما نضيعوهش. ابو يغسل نقول له السلام عليكم ما راه خلص. الرئيس بشعيب الزن اخوتي انت راه هربان هربان. خالق السعاده في ابسط الحوايج سبحان الله العظيم. واحد بارك ياكل انت واقف عليه راه خلص. والرئيس بشعيب كيفاش كتعيش دابا هذه الاجواء ملي كتدخل بوحدك بالليل؟ بخير الحمد لله، والله لا بخير. مغامرات كديري؟ مغامرة واعرة، خاص يكون معك لونيس ولا حساب شي حاجة ولا هذه، ولكن أنت كدير اعتقادك في الله. هذاك الشيء اللي كتقول أنا قعدي بلا ما قلت أنا راه اللي مقسم لي ربي اللي كاينة. راه اللي مقسم لي الله شي حاجة وخا يكون معايا 20,000 واحد. هذاك الشيء اللي هذا أنتم مقسمش لي الله. راه وسط البحر حنا خوتي. توكل على الله، راه عامر عامر درنا ذات بواق راسها. لا تفرق عليك الشومبرير بشيشي. على الإنسان يآمن بالقدر. بالقدر. البحر. البحر الغدار، دير معنا شي تاويل تنخرجوا. شو الاخوان الضواو برا، عرفتوا واحد الجو كنعيشوه يا سلام. شو الضواو كيف بالك الضواو ديال المدينه برا، راه ما راه الخراط. على مولانا الخراط اخويا. الخراط اخوتي ان شاء الله الخنشيه لا تعمر ان شاء الله. غتعمر ان شاء الله. حطها قدامي هنا، شلوها بعدا، شللها نديرها قدامي. هاي القرعه اللي مربوط فيها البيلانغري، عرفتوا الا تفاوتي الا تفاوتي على واحد شوي توضر عليك هنا وسط البحر ما بقيتيش تلقى في الظلامات. هذيك صافي وضرتي الصناره. لا وضرتي هذا خرجت الصباح. خرجت الصباح. سير الرئيس حتى حاجه ما توضر وكل شيء غيدوز بخير وعلى خير. طرف الله الكريم يسهل علينا ويستر لنا هذاك الشيء اللي كاين. يا ربي تسهل علينا وتسهل على جميع البحاره. يا ربي يا ربي. هاي القرعه ديال مربوط فيها البيلانغري ديالنا. بسم الله يا توكلنا على الله. يا ربي تفرج علينا وعلى جميع المسلمين. طعم تكالت الريس. ويلي والله كنك فاس سير على الله. شو تكالت الخوت، شو راك كاين الحوت هانتوما كلا الحوت دابا. اول بياسه مريني هذيك ولا روطاله؟ روطاله. روطاله عندك تهرب غتهرب غتهرب
شتيتيها؟ اه ناضي انشوف الريس الله يتكاين ناضي الريس نعاونو بها البيوض اه غتصيد بها دابا هادي ان شاء الله دابا هاد الاخوان راه مع شد معايا يبدا يصيد بها هادي يبدا يقطعها ويصيد بها ان شاء الله عندها بعدا نحسنوا لها الذبح القتل اه غيذبحها دابا باش ما تعذبش اه خصها تذبح باش ما تعذبش صافي الريس راهي غتبياضه اش ولي بيض اه باقي كنقلبوا الاخوان يلا جاب الله ديك الروطالة دابا فتنا شي 40 صنارة شت شرايس ما شت شي في الماء خوتي ترى الظلام ميكا ميكا الرئيس مش عيب شد واحد الصنور ولكن غير صغير باقي وليد وري لينا الرئيس ها هو خويا ها هو كيف غنفكوا ليه الصنارة تا هو ومازاكيش مازاكيش ياك كيطرطق غتلقوا هذاك الرئيس ضروري هادشي الصغيرة كيطلقوا الرئيس الاخوان تزقها هي ناري شحال قبيحة ودابا انت راه طلقناك غادي تمشي تصيفط جدك اه سير جيب لينا جدك ولا جدك سير دور حيدري سير الله يسهل عليك روطالة أخرى الإخوان ها هي الله يبارك دير لها العملية الرئيس آه حنا باقينا الخوت باقي الله يهضر جوج روطالات هما اللي جاب الله وداك الصنور الصغير راه طلقناه اخوان واحد الصنور اخر ولكن غير جرو حتى هو غير صغير ما كبيرش بغينا بابا بغينا بابا جدو 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 كاع جدو جدو حتى هذا ما داير والو ها هو الشوف تركل صارت هذه ما بغيت ندير صارت هذا صافي ديرو الخنشر صافي ديرو في الخنشر اخوان الا كان صارت الصناره راه ما عنده كيدير لي ما داك غتجبد كيموت فهمتوا اللهم يخشي في الخنشر صار الرئيس خشي خشي اه بحال الخنشه اعطيه العصير في كاس كبير كيتركل اصح شش 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 كيدير التركيل شو كيتركل يا صح روطالة الاخوان روطالة اخرى الله يبارك دابا ثلاثة الروطالات اللي شدينا هذا آه الرئيس ايا آه رخشوا بابا في الخنشة هي اخوان هو واحد الصنور هنا هاي خرط الرئيس زرب عليها الرئيس خرط اخر شي على دقه عطاي اه راه خصو يضربوا الكرش الخوش باش كي بس صافي كيموت ما يبقاش يهرب ولا شي حاجه صافي معلم الرئيس نادي تشاشو 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 وحوش الظلام هادو هادو مو وحوش الظلام الله يجيب باباه ناري بوط طير الرئيس الله يجنادي والله اخوان واحد الصنور الله يبارك الله يبارك هاك هاك الرئيس الله يلا صنور زوين عندك عندك يهرب الرئيس هاي يهرب ايه اعطي البابا علاش يقلب ها هو الشور خوت هاك هاك لوالديك هاك خلي شي يطلع الله يبارك الله يبارك الله يبارك ها الخنشة ارا بابا الخنشة ارا بدا يسرح الصنور ياك تبارك الله زرب الخنشة سير سير الرئيس صنور اخر اللهم بارك ها هو الحرب 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 ما يدا مع وحوش الظلام افاعي الظلام الخوت منوضين البلبالة في منتصف الليل وسط البحر مع وحوش البحر اخوتي افاعي الظلام ها راه الرئيس الخنشه 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 هي درك ديروا رونديلات هادي شنو ياك يجي ناضي في المقله هذا يجي بحال شي بس خشي لي خشي في الخنشه دابا وصلنا عند اخطر سمكه في البحر الخوت هي المرينيه ها هي شو كيدير شو عطاها الرئيس ما تحنش فيها عطاها راه مجرمه هذيك الرئيس عطاها البوا عطاها حنش فوال ديال الكلب اجر هو تاهي اه ولكن راه تعضك هذاك الرئيس راه صبعك تحيدوا لك وشنو ما تشيقش اصحابي راه خطيره هذيك هذه هي اخطر سمكه في البحر الخوت هي هذه المرينيه معلم خرط بوه اه هو انتحرت ياك آه. حزمت فمه شوف فمه فمها حزمات انتحرت دابا خشي خشى الرئيس خشي هذيك عرفتي كي كتجي في المقله هو الله يسخر اها لا لا باقي 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 فين باقي ديالنا شدو عندك يهرب لك الرئيس
شرغو غليظ هذا الريس حديد 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 قداش تبارك الله هذا كله حديد والله حديد وانا كنت حابو شرغو صاحبي حديد انت شوف شنو ضاربه تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله هود اوليدي هود هاد المنطقه اللي واقفين فيها حنا دابا فيها الموج كبير ديال البحر لاحق بزاف سطح الله يصاوبو صافي خوتي خفنا نتقلبوا والريس بشعيب قال لي شحال من مره تقلبت هنايا الله يسر المهم الاخوان راه على مولانا واحد كابايله الاخوان هذه راه يلا ضربناها كابايله الله يبارك وي واحد شخار راه بابا الشخار اخوتي الشوايه هذا راه ضربنا كي غوش سمع سمع سميتك الشخار هادشي علاش سموه الشخار الاخوان حيت كيشخر سبحان الله العظيم اخوان دابا راه شي الوحده ديال الليل ولا 12 ولا ما عرفتش شحال ضربنا واحد الشرغ تبارك الله قداش ترى جراند ديال الشرغ والخوت شوف شوف يا سلام شوف السارح فيه شوف فيه شوف فيه هنا شرب بياسه تبارك الله شوف شوف بالصحه والراحه والدار الرئيس سالينا الصيد ديالنا الرئيس بشعيب ها هو الحصيله ما بيهاش الحمد لله المهم ما غاديش نخرجوا خاوين البلانغري ديالنا غنخليوه هنايا في البحر حتى الغدا وارجع ليه الرئيس بشعيب يقلبوا غنخرجوا دابا وغنوريكم الحصيله ان شاء الله حصيله ممتازه خرجنا الحمد لله بخير وعلى خير الرئيس بشعيب الحمد لله كي دازت هاد المغامره الرئيس دازت بخير ولكن صحيبي راه تالي ديباني دي في هاد المغامره لا ديباني السروام ديباني كابيش ومبان انا تحاربنا اليوم الرئيس على سلامتك صباح الخير الى مساء الخير اوكي خرجت المغامره والله الا ما حرتنا المسموله ضروري هاجي هي اللي غادي تنسيك وغتسخنك حلوفه اخوتي خدمت لك البروده من دابا غنضرب لها الطاجين نعم سيدي الرئيس كي دازت المغامره الحمد لله شويه كاين نسمه ياك كاين شي حوت ولا والو كاين شي حص كاين شي حصيله ضروري من نحن مساخات داكشي اللي كاين الحصيله مرضيين اصحابي الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الحوت مجموعه في الصندوق باقي حتى الغدا ان شاء الله وغتعاودوا الدخول من الغدا يحن الله من هنا الغدا يكون شي حصيله زوينه ان شاء الله واحد هذاك اخويا الطريقه ديالو ما كنتش غادي هذاك تنطلقوا لقيتو حي لقيتيه ولكن السبب اللي خلاني ما نطلقوش لقيتيه سرط لقيتو سارط سارط غنطلقوا بصنا راه يموت الله يموت اللهم تنفعوا منه قول لي دبحوا نخرجوا برا راه مقلى هذاك ولا نقتلوا المش ولا حق حق لا مشاش حجره ديال الفوندو شتي مسيده الصناره حجره ملي طلع عليك الصناره ما خاصكش تلوحها خرجها خاصك تخرجها خالي ما تبقى لي هذوك المشيشات تا هما راه ياكلوا حقهم ضروري الله يبارك باقي حي هذا ولا ما عرف مات حقولا حاصل اللهم بارك هادي باقي والرئيس تا هو راه ضرب واحد ضرب شي حاصيله الرئيس بشعيب دابا نوريكم الحاصيله ديالو تا هو الحاصيله اللي ضربت انا والرئيس بشعيب الله يبارك زيد اخويا انا ترى خنشه تبارك الله حل 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 لي الخنشه حل الله يبارك الله يبارك الله يبارك يا التحفه التحفه ديال اليوم هذيك واش الصناره الله الله تبارك الله لا الله لا الله لا الله الله يبارك وترى واحد الحداد ليك حل جاب الله الخير اخوتي جاب الله الخير واحد الحداد ليك حل تبارك الله راه خنيشه ديال الحوت هو هذا هو انت شوف تبارك الله الحداد قداش شوف لي شوف لي الحداد شوف الحداد قداش تبارك الله الحداد عدو القيانف ترى ما يمكنش انت شوف لي كفايل اوليدي شوف نص قمر يا صح طاوله ديال الدراوش ناس صنار صنارة خلع عشان ينتحب مرينة ولا شي لعب الصنارة الخو تعان الله يبارك اللهم بارك بارك الله صحيح ترى كاين
كاين الخير كاين الخير الله يصبر الصحه والراحه الرئيس باقي غدا عاوتاني تدخل عاوتاني تقلب باقي راسك ان شاء الله داكشي كيما شتي دابا طعامنا بالروطين هذاك راه مازال غيضرب فيه الحوت الصباح ان شاء الله غادي نتسالوا على مول مع خرجنا من البحر اول حاجه درنا هي عمرنا الدكه هذه غادي نشربوها ونضربوا الشوايه ياك الرئيس ضروري الشوايه صحيبي نردوا الطاقه ولا بدا نردوا داكشي اللي ضاع علينا كامل صحيح على مولانا هاي التكيكه تخوش والرئيس الحبشي الرئيس بشعيب بغى يخوي لينا دابا الحصيله اييه الله يبارك الله يبارك دابا راه شعلنا العويف يا هي غادي نضربوا واحد الشوايه هاد الحصيله هادي راه شفنا عليها العذاب الرئيس ياك وانا بزاف اصحابي ماشي العذاب معاناه باش خرج البرد وكتبان مي ضد البرد وحنا جوج في شامبرير راك عارف معاناه باش خرجت هاد الحصيله ايوا الحمد لله راك اللي دابا صاحبي حوت عندي هذا وصل النور اللي ضرب الصديق شوه بارك الله زوين بياسه زوينه تبارك الله مزيان ضرب هاد اللعيبات هادو بعدا ما خرجش هو بلاش مرينيه المرينيه دايره الرئيسه ماشي العيب نفرشوا الله يبارك الصنور الابيض مع الخنش كتحيد لي ديك الكحول هو ذا السرح هذاك ديال السرح لا هو ذا السرح الله يبارك حداد اخويا تبارك الله اكبر حداد غنشوفه انا يا خويا اكبر حداد تبارك الله شوف هذا راه حداد تبارك الله اللهم بارك طلع لي بالخير وطيح شي فرقو واه هذا هو اللي كيكون واحد وسط مني مزعيم كيخرج الصنور كاين الحصيله الله يبارك كاين الحصيله جوج 40 دقيقه يلا سالينا من البحر وبدينا دابا كنقادو في هادشي قادو في افاعي الظلام هذيك لمن الشيء الرئيس بحق المش هذا شوف يلا ديو سير يلا سير بالصحة والراحة ديو سير عاد ولادك يلا الله يرحم الوالدين راه شي هو كيتقدى له حقه من البحر يا صاحبي واش هي ملقي لك الكوش طاو وين وين اخويا هذه هي الحصيله اللي جاب الله ياك الله يجعل البركه دابا هذه غتخليها حتى الغدا وتزيد عليها ان شاء الله نزيدو عليها شي بركه كما قلنا راه باقا الصناره في البحر ودي ترزق فيها الله ودي هذيك الساعه نبيعوه الله يسخر لك الرئيس الله يسخر لك امين هذه راه الحصيله ديال الدري الاخر هذه الحصيله ديال الرئيس طارق ديال الرئيس طارق الله يجعل البركه اي تادر عامر الرمله صاحبي ما شتيهاش انا خلي الحوت نقي شوف تبارك الله الحوت راه باقي الحي خوتي شوف شدك شدك بلاتي وهادو هما اللي غنضربوا بهم الشوايه الشخار والحداد كبايل الله يبارك شو شو كي باقش العوينات يا سلام الرئيس غنضربوا دابا الشوايه ياك على بركه الله شو عيني شو الحوت باقي جديد عيني كيبانوا حمرين راه ما نعش ما نعش مزيان ياك حنا خلينا ينعس سلطنا عليه بهاد الليلة مع المغربية يلا انا تبارك الله لا نحول لي العيساوية لا نحول ولاد الصندوق هذه سخونة هذه باش يبقى الحوت مزيان حتى الغدا صحيح السبعين اش غندير لكم رونديلات على مولانا داك الشيء راه ناضي الرئيس السبعة كي قال انا الخوت الشوايق وباقي هاد اللعيبات هادو يا سلام الملح ملح لي يا خويا ملح والحوت راه باقي حي الرئيس باقي حي والله الا باقي حي باقي كتنقصص مسكينة دخل يضحكوا هذه
دابا تجي سي 45 كنوليو ليها على قيلونا. وي وي قطعت. الشوية الأولى هاهي اللهم بارك طابت، وهالشوية الثانية الله يبارك داكشي مخلط. مال هاد الشرغو هذا؟ قلت لك هاد الشرغو كيطرخو وتفرق لي اللحم على السلسول. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شو كابايلة شو؟ ايه طلعت قبيلة حية. دابا تخيلوا معايا الحوت هذا صيدناه وخرجنا طيبناه وغناكلوه راه ما يمكنش. دابا الوقت ديال الساعة دابا 3:15 دقيقة. الحمد لله دابا نحضر سيدي ربي. اخوان سمحوا لينا وصافي والله العظيم. يا للروعه. كي داير هذيك كابايلا اخو؟ لذيذه شرا طيبه. ها كابايلا نبداو بها الاولى. ما كاين لا خبز لا والو. علاش خبز؟ هذاك الشيء الصايد كان خوش. تعرف ناكل الدواب. تضرب خلي هذا قرقنا عزيز لقى الشرق تشو تبضع الدواء عندما كنت وشوك أنا الرئيس بوش مسك الله أخوي لا خاصنا الرئيس خريب بالله كريم والرئيس رابيع يا خي الله العظيم طفينا مورسي الحين أجول لآخرة ومضرب كن رأم ناعزين الشخرة الرئيس خريب كنا مضارب ماشي صنور في زفن مين بارك يحلم قواش كره الرئيس خالد قال لك بارك يحلم بارك مضارب مع شي صنور في النعاس شد يا مات شد دار مش عيبره الشمره راه معقود هذا راه واغل كره بارك يحلم بالصنور وي دري كره مش سر حيت الاخوان لما دخلوش للصنار ديالهم جبدوه كاينين شي ناس الله يسمح لهم ما كيخافوش الله ما كيخافوش الله يخليك حتى تلوح الصنار ديالك ويجي غيجي لي الصباح بكري غادي يجمع لك من الصنار ويدي لك الحوتات ويزيد يشفر لك الحوتات حنا مكانين على قودم انا الاخوان داك الشيء راه الفينال راه بحال المسكه صح والله الا ضربنا واحد العشاء ملكي ديال بصح والله ما يمكن دابا راه شي 3:30 غنشوف الرئيس نشوف راه سحور هذا سحور هذا والله الا سحور والله شحال الساعة؟ 3:31 3:31 والله العظيم اخوتي راه عرفتي شناهو راه ما يمكنش تبقى حتى هاد الوقيته وداخلين باش كنصيدو بشومبرير ماشي بفلوكة ولا باطو ولا بشومبرير قبل الغروب ومطايفين مع المواج وراه ما يمكنش الصراحة بغينا نعيشوا الأجواء مع هاد البحارة هادو ونكتشفوا المعاناة اللي كيعيش البحار المغربي بالعجلة المطاطية بالشومبريرة خوتي وبالطريقة كيفاش كيصيدوا قوارب الموت بقوارب عشنا معاهم التجربة هذه واكتشفنا معاهم وشفنا المخاطر اللي كيعيشوها صراحة تحياتي لهاد الناس بزاف بزاف وكنطلبوا من الله يعاونهم ويحميهم يا ربي يا ربي وشكرا لكم بزاف على السيبورت لي لايك الكومونتيرات ديالكم شكرا شكرا لكم من القلب وإلا عجبك الفيديو ما تنساش بارطاجيه مع اصحابك وتخلي لي شي كومونتير زوين ونتلاقاو شي فيديو جديد ومغامرة جديدة ان شاء الله باذن الله مبروك ان شاء الله والسلام عليكم.